Herrlichkeit. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته من الان تهدى الدور كلها امين. انجيل القداس النهارده انجيل معلمنا لوقا بيتكلم عن موضوع في غايه الاهميه بالنسبه لكل انسان مسيحي، موضوع التلمذه للمسيح. مين هو اللي ممكن يعتبر نفسه تلميذا للمسيح؟ التلمذة للمسيح تقتضي شروط معينة. الشرط نمرة واحد ان هو يكون القلب كله وليس جزء منه بتاع ربنا، ما يبقاش فيه في القلب اي حاجة تانية بجانب محبتنا لربنا. الله غيور، لا يمكن ان هو يقبل انه ياخد جزء فقط من قلوبنا، ولكن يريد القلب كله. يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. كل قلوبنا كل مشاعرنا تكون مخصصة لربنا، غير مقسمة على ناس تانيين، حتى لو كانوا الناس التانيين دول اقرب ناس لينا، الاب والام والاخ والاخت والاقارب. الذي يحب اي انسان بجانب ربنا يبقى ما يقدرش يبقى تلميذ للمسيح. تلميذ المسيح لابد يكون قلبه كله للمسيح ومن خلال محبته للمسيح، مش بجانب محبته للمسيح، من خلال محبته للمسيح. وده فرق كبير جدا ما بين التعبيرين. هل انا احب الناس واحب الحباب اللي في الدنيا كلهم دول بجانب المسيح ولا من خلال محبتي للمسيح؟ لازم نحب الدنيا كلها ونحب الناس كلهم من خلال وليس بجانب محبتنا للمسيح. ما اقدرش احط اقسم قلبي ما بين ربنا والباقيين. الله يريد الكل. يا ابني اعطني قلبك كله مش جزء منه. عشان كده اللي بيقرا الجزء الاولاني في الانجيل يقول ازاي المسيح يقول ان لو ما كانش انت يعني تقبض اباك وامك واخواتك لا تستطيع ان تكون لي تلميذا. ازاي؟ هو مش ربنا بيعلمنا عن المحبه؟ ايوه، ربنا بيعلمنا عن المحبه من خلال محبتنا له، لان هو اللي اوصانا. والوصيه الاولى دي من العهد القديم مش بس من العهد الجديد. تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل وليس جزء منه. وبعدين تحب قريبك كنفسك. دي اعظم الوصايا. اللي مره جه واحد يسال المسيح ما هي اعظم الوصايا؟ تحب الرب الهك من كل قلبك وتحب قريبك. عشان كده المسيح يضع شرط للتلمذه المحبه او تسليم القلب كله له وليس جزء منه. النقطة الثانية اللي بيتكلم عنها في قبول إنسان أن يكون تلميذا. تلمذة المسيح تقتضي بعد كده حمل الصليب. من لا يحمل صليبه ويتبعني لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. والحقيقة أنا ليا ملاحظة صغيرة على موضوع حمل الصليب في المفهوم بتاع الناس للصليب وحمل الصليب. الناس أحيانا تفسر الموضوع ده لما يقول يحمل الصليب على انه هو مجرد الالم، مجرد الاوجاع، مجرد المشاكل، مجرد المتاعب. واحد مثلا متضايق من واحد تاني ومتضايق من مراته يقول هو صليبي بقى خلاص اعمل ايه بقى. لكن انا عايز اقول هذا المفهوم غلط. ليس الصليب هو مجرد حمل الالم، ولكن الصليب بدون القيام وبدون النصرة ما نقدرش نقول انه يحمل الصليب بنقود، لانه النصرة القيامة مرتبطة بداية الطريق بتاعها هو الصليب. الصليب هو بداية النصرة، الصليب هو بداية الانتصار، هو بداية
القوة. احنا دايما لما نقول احنا نفتخر بالصليب، الصليب هو قوتنا، الصليب هو نصرتنا، الصليب هو انتصارنا، الصليب هو رجائنا. كل التعبيرات دي اللي بتدي المعاني الإيجابية للصليب. الصليب هو نصرة وليس هزيمة. بالصليب انتصر الآباء طبعاً على كل قوات العدو، ننتصر بعلامة الصليب. نرسم علامة الصليب تهرب منا كل قوات الشر. ليس الصليب الناحية السلبية بس اللي هو الألم والأوجاع، ولكن لا، لابد أن ننظر إلى الصليب على أنه هو النصرة والفخر. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. ليس الصليب معناه سلبي، ولكن الصليب معنى إيجابي عميق في حياة كل واحد منا. نحن نفتخر بالصليب، هذا النصرة، هذا الفخر، هذا القوة. الإنسان اللي يأخذ هذه القوة مش من نفسه ولكن من الصليب هو الإنسان اللي ممكن ينتصر. نحن ننتصر، نحن نتبع إله منتصر، صح مصلوب ولكن بصليبه انتصر وكسر شوكة الموت وتحدى الشيطان. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ بالصليب داس الموت بالموت، بالصليب انتصر على الشيطان، بالصليب سحق الشيطان. عشان كده لما نتكلم عن الصليب نقول نحمل الصليب، نحمل الصليب مع المسيح في كل معاني الصليب الجميلة، كل معاني الصليب اللي فيها القوة، كل معاني الصليب اللي فيها النصرة، اللي فيها العظمة بتاعت هذا الصليب الذي أعطى المؤمنين بالمسيح، أعطاهم كل هذه القوة أنهم يقاوموا وأنهم ينتصروا في النهاية. في النهاية نحن نتبع إله منتصر وليس إله مهزوم. لو كان الصليب خلاص ده نهاية الموضوع كان بقى مشكلة، ولكن المهم أنه كان بالصليب، بعد الصليب كانت القيامة وكانت القوة اللي هزت أركان العالم كله. الموضوع الثاني اللي هو النهاردة ولازم الحقيقة يعني فكركم بيه، اللي هو موضوع أكبر معجزة، أكبر معجزة في التاريخ حصلت مع جماعة بشرية من الكنائس أو من الجماعات البشرية. جبل ينتقل، جبل يتحرك. وأنا بقول دايما المعجزة دي لا تقل أبدا عن المعجزة اللي حصلت قديما لما موسى وقف وشق البحر الأحمر، ويقول إن الله بيد قوية ودراع رفيعة تدخل لإنقاذ شعبه من الهلاك، وشق البحر الأحمر لكي يعبر الشعب في البحر. أنا أقول نفس الموضوع، نفس الصورة، علينا إن إحنا نتحدث دايما، ولو ما عملناش كده يبقى إحنا مقصرين. نتحدث بكم صنع الرب معنا. لما ربنا يعمل معاك معجزة كبيرة في حياتك اتكلم، قول ربنا تمجد في حياتي، ربنا عمل حاجات جبارة في حياتي، ربنا أنقذني من كذا، ربنا أعطاني، ربنا. نمجد الله الذي تمجد في حياتنا ككنيسة قبطية. وأنا ضد تماما أن الموضوع ده يدار أو يستخبى تحت مسميات تانية. ودايما بقول نفسي انه الاجندات بتاعت اللي بتطلع وتطلع احيانا من نواحي يعني كارثيه يجي على يوم 25 نوفمبر ويكتب بدء صوم الميلاد. انا باجي اشطب عليها بقول له لا يا حبيبي، ده مش بدء صوم الميلاد، ده بدء صوم نقل الجبل المقطم. صوم الميلاد هيجي بعد كده، صوم الميلاد ما بداش يوم 25، واحنا النهارده مش صوم، احنا النهارده صوم نقل اخر يوم من ايام صوم، مش الميلاد، صوم نقل الجبل المقطم. صوم الميلاد يبدي بكره، بكره نقدر نقول انه بدا صوم الميلاد، لكن النهارده ده مش صوم الميلاد، النهارده ده صوم نقل الجبل المقطم. والقصه بتاعت نقل الجبل المقطم يعني الحقيقة أنا شفت قصص كتيرة وأفلام أحيانا كانوا بيعملوها
عن موضوع نقل جبل المقطم، وبيجوا يحكوا انه طبعا معروفة القصة انها دي حصلت في ايام الدولة الفاطمية، والفاطميين دول الحقيقة يعني سوري في التعبير انهم كانوا مجموعة من المؤرخين بتوعهم بيقولوا كده، انه كان فيهم ناس كتير مخبولين عقلهم مش مظبوط. واحد منهم يجي يدي امر ممنوع اكل الملوخية، ممنوع الستات تطلع في الشارع، ممنوع الصناع بتوع الجزم يعملوا جزم للستات، ممنوع، ممنوع اكل السمك اللي هو معرفش ايش، ممنوع شوية اوامر جنونية لا تصدر الا عن واحد في حجف صواميله مش مظبطة. ومن اكتر الحاجات الخطيرة اللي عملها الفاطميين واللي عملها واحد اللي هو جه بعد المعذب واحد تاني اللي هو موضوع اللغة القبطية، يصدر الحاكم بأمر الله. واحد كان دايما للأسف بتوع الدولة الفاطمية دول يجوا يلزقوا نفسهم باسم الله، يقول لك ايه الحاكم بأمر الله، المعز لدين الله، الناصر لدين الله، والله بريء منهم. هذا الحاكم بأمر الله اللي جه في يوم من الأيام وأمر بقطع الألسنة للي يتكلم قبطي في الشارع، وكان الجلادين يسيرون في الشوارع يحملون أفف وخناجر، اللي يلاقوه بيتكلم قبطي وحاطعين لسانه ومجمعينه في الأفف دي ويجمعوها على هذا الإنسان المعتوه آخر النهار، واللي بجمع أكتر يعني ياخد مكافأة أكتر. هل هذا أمر ممكن حد يتخيله أو تصوره أن يصدر عن حاكم؟ يعني مش عايز افلت في الحته دي كتير، لكن عايز ارجع للمعجزه بتاعه النقل الجبل المقطم. كان من ضمن الوسائل للتسليه، وسائل التسليه بتوع الخلفاء دول يعملوا ايه؟ يجيبوا اتنين عارفين انهم مختلفين مع بعض ويخلوهم يتناقشوا مع بعض، او احيانا يتصارعوا مع بعض لغايه لما واحد يموت التاني. ودي كانت تسلية بتاعت كل الأباطرة والجنان اللي بيطلع في دماغتهم، عايز يتفرج على حاجة يجيب اتنين مصارعين ويقعد يتفرج عليهم، واحد يفضل يصارع بعض لغاية لما واحد يقتل التاني. وبعدين كانوا بيجيبوا اتنين ديوك ويقعدوا يصارعوا الديك ودول لغاية لما واحد يقتل التاني. يجيبوا اتنين مختلفين ويخلوهم يتناقشوا لغاية لما يتفرجوا عليهم يقعد يضحك، هو بقى هم الاتنين عمالين ايه يخبطوا في بعض. فهذا المعز اللي للاسف بعض التمثيليات يقول لك يا سلام الراجل ده كان بيحب يتفرج على المناقشات، ايه ده كان عايز يقعد يضحك يتسلى على الناس اللي هم مختلفين ويجيبهم يحطهم مع بعض. صح، كان في واحد وزير عنده اسمه يعقوب بن كلس زي ما القصه بتقول، ويعقوب بن كلس هو اللي قال له انه في ايه موجوده في انجيل متى بتقول لو كان لكم ايمان مثل حبه خردل لقلتم لهذا الجبل انتقل فينتقل. لكن مش يعقوب ابن كلس اللي اصدر الامر انه يتنقل الجبل يا ايه؟ طب لو ما اتنقلش الجبل هي ايه؟ على النصارى جاب البطه قال له انتوا الكلام ده موجود عندكم، هذه الايه موجوده؟ قال له موجوده. طيب كويس قوي قوي، ده كده يعني ليا مكسب على اي حال. لو انتوا الكلام ده صحيح اهو الجبل يتزحزح شويه عن القاهره ونقدر نوسع القاهره شويه. لو مش هيحصل الكلام ده يبقى انت دينكم باطل، ومن حقي بقى انه وبدكم يا اما تدخلوا الاسلام يا اما تتقتلوا يا اما تسيبوا البلد. يا ساتر. بالبساطه دي كده في حقوق انسان فين البتاع، وهو كده. وده كان اللي كان بيفكر فيه خلفاء تانيين كتير قبل المعز وبعد المعز. نقرا في المقريزي، وده اكبر مؤرخ عربي مسلم، يقول لك فلان الفلاني من ضمن الخلفاء دول وضع في قلبه ايه؟ ان يبيد كل ذكر النصارى من ارض مصر. يا ساتر، الى هذا الحد. لكن الله الذي حمى كنيسته وحمى شعبه بيقول انه كنيسته دي
يعني بناها بدمه وفداها بدمه، وأبواب الجحيم إيه؟ لن تقوى عليها. كل المؤامرات اللي حصلت ضد الكنيسة وضد إبادة الشعب القبطي بالمصر مش محاملة ولا اثنين ولا ثلاثة، أكثر من أربع محاولات حاولها الخلفاء اللي قبل كده أن يعملوا إبادة. من ضمنهم المحاولة دي اللي هي يعني كانت واضحة جدا، يا يتنقل الجبل يا إما إبادة بالنسبة لكم سواء بالإسلام أو أو إلى آخره. وبعدين طبعا البطرك كان واحد كان أصله سورياني اسمه الأنبا أبرام بن زرع السورياني، وكان أول سنة يتختار فيها بطرك، فجابوا المعز وقال له طب يلا قدامك ثلاثة أيام ورينا هتعمل إيه. فالبطرك يعمل إيه؟ نادى بالصوم وقعد هو في الكنيسة المعلقة اللي موجودة في مصر القديمة لغاية دلوقتي، وفي في الكنيسة المعلقة في مصر القديمة في عمود عليه صورة العذراء اللي هو تذكار اللي هو ظهرة العذراء للأنبا أبرام في ثالث يوم في فجر ثالث يوم. وقالت له أنت مالك قاعد مهموم؟ قال مالك؟ قال لا يا ستي أنت عارفة كلنا هيحصل لنا إيه النهاردة، دي كارثة هتحصل، ده المعز ناوي يخلص علينا نعمل مذبحة. قلت له أين إيمانك؟ أنت انزل دلوقتي بسرعة ووصل للباب الخارجي بتاع الكنيسة، أنتوا عارفين المعلقة اللي بيروح المعلقة في لها سلالم كده نازلة، وبعدين في الباب الخارجي ده اللي هو على الشارع العمومي. قلت له انزل وهتلاقي في راجل معدي شايل جرة، الراجل ده امسكه وخده معاك وروح للمعز وحيتحقق المعجزة. فنزل فعلا، ده فعلا نفس الوصف اللي هو العذراء اللي تقوله، فمسك في الراجل ده. الراجل ده كان راجل بسيط جدا اسمه سمعان التباغ او سمعان الخراط، وراح للمعز وجمع المعز الجنود بتوعه وجمع ايه استعدادا لهذه المجزرة او هذه المذبحة او هذه الواقعة. والبطك جمع الاساقفة وجمع الناس كلهم في الناحية التانية وبدأ يصلوا، وبعدين بدأوا يقولوا كده ليسون، وزي ما بتقول لنا القصة انهم كده يسجدوا للأرض ويرفعوا رأسهم. حصل زلزال عنيف شال الجبل من على الأرض حيث ان الشمس بانت من تحتيه، ويسجدوا تاني يروح الجبل مهبوط تاني، وهكذا كذا مرة. وبعدين المعز وجنوده والوزراء والجنود كانوا واقفين، كان يقول لك ان المعز مرعوب من المنظر، والبطك عمال يقول كده ليسون، والبطك عمال والمعز بيصرخ يا بطك كفى يا بطك كفى كفى يا بطك، والبطك عمال كده ليسون، والجبل يتشال ويتهبد. وبعدين تقول القصه انه المعز راح للبطرك ومسكه من كتافه وقال له كفى يا بطك كفى، امنت ان كتابكم صحيح وان دينكم صحيح. يدور على الجنود ويدور على الناس اللي كانوا يعملوا المذبحة، كل واحد كان خدله في اسنانه وقال يفكيك قبل ما الدنيا يتطرب عليهم الجبل يعني. ولم يبقى الا شويه الاباط والمعز. وبعدين المعز طبعا الزلزال ده في الجبل لم يكن زلزال في الجبل فقط، لكن كان زلزال جوه قلبه. فراح للبطرك، يقال انه راح للبطرك وقال له قل لي اي حاجه انت عايزها وانا هنفذها لك، فرصه ان انا لسه يعني الحاكم، انا لسه ليا السلطان، خد اي حاجه. قال له مش عايزين اي حاجه. بعد الالحاح قال له في شويه كنايس خربتوها انتوا قبل كده، انا عايز يعني ارممها واصلحها. من اهمها كان كنيسه ابو سفين. فقال له يا سلام فورا، ومش بس كمان تصريح، ده انا ده انا ده ممكن اديك يعني المواد عشان تصلحها. والقصه بتاعت بناء كنيسه ابو سفين او اعاده بناء كنيسه ابو سفين دي كان في قصه طريفه جدا، ان هم الغوغاء
جم حاصوا لا لا ازاي بين الكنيسة ازاي. واحد من المشايخ جه على الحته اللي هي الاساس وحرم نفسه قال لهم لا يمكن. فاتصلوا الناس بالمعز الحق ده فيه. فركب بيقول لك ركب هو وجنوده وجه لغايه موقع الكنيسه وبص للشيخ ده قال لهم اردموا اردموا عليه موتوه. فالبطة قالوا لا احنا لا نبني كنايسنا على اجساد حد من مش احنا نبنيها اجساد قديسين لكن مش اللي طلعوه غصبا عنه. فنزلوا الله مطلعين غصبا عنه وعملوا اساس وبنوا. دي قصه من ضمن القصص اللي كيب بيحكوها معنا. وبعدين المعز نفسه طبعا هو الحاسه دي فضلت يعني هزاه لغايه لما راح للبطرك وقعد يتناقش معاه في الايمان. ايه طب انتوا انك قال له انا امنت ان كتابكم صحيح وان دينكم صحيح بس في حاجه انا مش فاهمها حاجه صعبه شويه. ازاي بتقول ربنا يتجوز ويخلف وازاي؟ قال له حبيبي الكلام ده غير صحيح احنا ما بنقولش كده. حكايه اتجوز وخلف دي عندكم انتوا بس. حكايه الجوز لما نقول ابن الله دي مش معناها ان ربنا اتجوز. قال له امال ايه؟ قال له كل ما يمس لقب الله خطأ جدا انك تاخده بالمعنى الحرفي. لما نقول ابن الله نقول عين الله يد الله قدسي الله. لو كل الحاجات دي اخدناها بمعنى حرفي نبعد تماما عن الحقيقة. لما نقول مثلا نقول يد الله لو قلنا ان يد الله ادي ربنا هو له ايد الله طب ما ربنا ده محدود ادي ايد وادي رجله. نقول عين الله عين الله بقى له عين ودانه ونقيل الله طب محدود. ولكن هذه الكلمات لا تعني المعنى الحرفي تعنى معنى مجازي. لما نقول يد الله يعني قوة الله عين الله يعني عناية الله بينا كرسي الله يعني وجود وهكذا. لما نقول ابن الله مش عشان ربنا كلف لكن معنى كده انه ده المعبر عن الله عظيم هو سر التقوى الله الغير محدود الله ظهر او تراءى في جسد. قالوا انتوا عندكم في حكايه ان هو الله تراءى تراءى لموسى وتراءى لابراهيم تراءى مرات كثيره. الله يتراءى وليس صعب على الله ان يتراءى في اي شكل هو عايزه. الله يتراءى في الشجره شكل نار يتراءى في الجبل يتراءى في انسان هو حر. الله عظيم وسط التقوى الله ظهر في الجسد شكل المسيح عندما تجسد واخر هذا الشكل. المهم قعد يتناقشوا في الموضوعات دي وبعدين راح قال له بص انا خلاص انا امنت. قال له بص بص خلي بالك انت الخليفه وانت الراجل الكبير انت ما تقدرش يعني زي ما بيقول ايه احسبها كده بهدوء ولازم لايمانك يكون ثابت قوي عشان عمادك. فراح احد الاديره وقعد هناك مده وبعدين رجع والمعموديه اللي هو عملها في كنيسه ابو سفين لا زال موجوده لغايه النهارده. معموديه بيسموها معموديه السلطان روح نلاقي حتى اسمها معموديه السلطان. المهم انا عايز اقول انه هذه المعجزه المعجزه دي تبين لنا يعني بغض النظر عن ده حصل له ايه وده مين وده مين وده مين وامتى والتاريخ ايه. التاريخ تلاقي فيه ناس بتحاول تشكك في التاريخ وتشكيك التاريخ الحقيقه في نقطه ضعف في المؤرخين العرب والمسلمين لانه بييجوا يؤرخوا بالسنوات الهجريه يقول لك في سنه كذا للهجره حصل كذا. وفي فرق ما بين السنوات الهجريه والسنوات الميلاديه. ايه السنه الهجريه بتقل 11 يوم عن السنوات الميلاديه وعشان كده تلاقي الاشهر الهجريه عماله تتقهقر دايما 11 يوم كل سنه. فلما يجي يحسب السنوات لازم يحسبها كويس قوي والا لو حسب سنه كذا هجريه يعني ممكن يغلط. هو دي من ضمن النقط الضعيفه اللي هو المؤرخين اللي يجوا يؤرخوا من السنوات الهجريه والميلاديه. اما السنوات القبطيه الحقيقه السنوات القبطيه ثابته
ولم يحدث فيها أي تغيير منذ 4000 قبل الميلاد لغاية النهاردة. احنا بنقول 1733، من 4000 قبل الميلاد كانت السنة هي بدون أي تغيير. المهم نحن يعني الخلاصة اللي عايز أقولها إن احنا في هذه المعجزة علينا إن احنا نتذكر مراحم الرب لنا، ونشكر ربنا على رحمته لينا ومحبته لينا وعنايته بينا، وإن هو يعتني بنا مهما كانت الأوضاع ومهما كانت الظروف. حتى ولو كانت أحلك الظروف الله يتدخل بيد قوية وتضاع رفيعة. وإحنا المعجزة دي تدينا إحنا كل واحد مننا إيمان قوي، إن أقول يا ربي أنت شقيت البحر الأحمر، أنت نقلت الجبل، أنت عملت ما لا يمكن لأي إنسان أن يعمله. أنت يا ربي قادر أن تعمل معايا، تعمل معانا معجزات كلما الأمور بنلاقيها النايا خاص الدنيا، لكن لا، أنت تتدخل في الهزيع الرابع وتصنع عجيب وتصنع معجزات وتخ